السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أشرح لكم في هذا الفيديو شلون نستخدم برنامج SketchUp IVY. هذا البرنامج يفيدنا إذا نحاول إنه نضيف فد أشجار أو فد عبارة عن يعني أشجار متسلقة على فد موديلنج معين باستخدام SketchUp. فعلى سبيل المثال إذا احتجنا هذا الموديل إحنا برنامج الربيت، راح نحاول قدر الإمكان وين نستخدم على برنامج SketchUp ونضيف هذا البلوجن. البلوجن موجود هو على جوجل، هذا البلوجن اسمه اي في واي. نحاول بس لازم نسجل حساب رسمي، بعدها نروح على اكستنشن مانج انستول. بعد ما ننزله نسوي له تنصيب وهو يكون بصيغة ار بي زد. بعد ما يتنصب راح نسحبه ونخليه هنا اللي هو هذا يكون على شكل ورقة، نضغط عليه راح يشتغل بهاي الطريقة. العمل بيكون بهاي الآلية، نضغط مثلا من الأسفل يعني كليك أيسر، حاول نضغط Alt وكليك أيسر. نستخدم كترول بهاي الطريقة على مود ينشئ للنباتات. نباتات نستخدمها منها، بهاي الطريقة نطيش شيفت. أو نحذف الأوراق منه، نرجع نختاره من جديد بهاي الطريقة بدون نباتات. راح نستخدمه بدون نباتات هنا، يعني بدون ما نستخدم الليف. اوكي، ونطي الشيفت ونضغط كليك ايسر، ننتظر ينتهي. تمام، هسه هذا الملف نفسيته اذا نحتاج نستخدمه كبلوك معين باللومن على مود ندرج ملف الريفت وياه، فنحاول صيغة FPX نحوله. اكتمل التحويل، نروح على برنامج اللومين. طبعا اكو طريقة احنا نحول بها الملف، انه طريقة الربط ما بين ملف ما بين الربط ما بين SketchUp واللومين. منه نعطيه تشغيل راح تلقائيا يتحول مثل برنامج الربط بالضبط، او نحوله FBX ونعطيه ادراج امبورت، نختاره open FBX file. احنا اشتغلنا طريقتين، طريقة الورق بها استخدمنا من برنامج الاسكتشاب مباشر، وطريقة لا. سنحاول بس نوضح الطريقة على الماتيريال، نضغط على هذا العنصر، نختار الورق، كل اختار لي هذا الورق، احنا على السبيد يعني انت اللي في كم حجمه بالضبط. اوكي، بهاي الطريقة
اتمنى عجبكم الفيديو.